هنتكلم دلوقتي في الباب الثالث على الثيوريز اوف الاستيك فيلير اللي هي نظريات الانهيار. ونظريات الانهيار دي نظريات تم التوصل ليها من الخبره العمليه بهدف ايجاد طريقه لتصميم الاجزاء المعرضه لاحمال لاجهادات مرتبه. احنا عارفين ان اي عنصر ميكانيكي عشان اصممه ممكن يكون معرض لاجهادات ميكانيكيه سيمبل او كومبليكيتد، يعني اجهادات بسيطه او اجهادات مركبه. لو اجهادات بسيطه فالعمليه بسيطه قوي من المعادلات اللي احنا ايه عارفينها، سيجما تساوي بي على اي او سيجما تساوي ام في على اي او تاو يساوي ام تي في ار على اي بولر او تاو يساوي كيو على ايه حسب الحاله بتاعه التصنيع. ودي في حاله السيمبل الاجهادات الايه ليني اكسل اللي هي الحاله الاجهادات البسيطه. اما اذا جت مركبه فانا بضطر ان انا استخدم نظريات الانهيار. نظريات الانهيار دي بستخدمها علشان احول الستيت اوف ستريس المؤثر اللي هو مكون من خليط من اجهادات قصيه مع اجهادات عموديه شير ستريس مع نورمال ستريس الى اجهادات عموديه فقط اللي احنا بنسميها البرنسبل ستريسز. بعد ما بنجيب البرنسبل ستريس دي بنحاول بقى عن طريق نظريات الانهيار نطبقها، نستخدم نظريات الانهيار دي علشان نصمم بيها الجزء الايه الميكانيكي. لان احنا بنظريات الانهيار دي بنقدر نوصل الى طريقه يكون موجود فيها ثلاث عناصر التصميم الاساسيه اللي هي الخامه، البروبرتي بتاعت الخامه اللي هي الالو ستريس وابعاد الخامه والاحمال الموجوده. بنعمل عمليه ايه توافق بين هذه العناصر الثلاثه. قبل ما نتعرض لنظريات الانهيار لابد في بعض المفاهيم لازم نبقى فاهمينها وهضمنها، وهي ايه؟ وهي ان اي جزء ميكانيكي معرض لاحمال حقيقيه ترو لودنج او براكتيكال لودز اللي الاحمال اللي بتبقى في الواقع دي، فقيمه هذه الاحمال او تاثير هذه الاحمال مختلف عن تاثير الاحمال بتاعه الليبراتوري تيست. يعني انا بجيب خامه معينه بعرضها لحمل معين في التست فتنهار. لو انا عرضتها لنفس الحمل في الحياه العمليه هلاقي ان هي بيحصلها انهيار قبل ما احملها بهذا الحمل اللي انا حملته في حاله في التست. يعني اذا في التست دي حاله نظريه او حاله مثاليه، الظروف بتبقى مثاليه فانا بقدر اوصل لقيمه معينه المعدن يتحملها. هذه المثاليات او الظروف المثاليه دي ما بقدرش احققها في الناحيه العمليه، وعشان كده بيبقى في فرق كبير بين البراكتيكال لودز والليبراتوري لودز. يعني اذا في جريت ديفرنس بتوين البراكتيكال لود والليبراتوري لودز او التست كونديشنز. بيرجع ده بسبب ايه بقى؟ اول حاجه ان اي مكنه اي عنصر من المكنه بيكون معرض الى كومبلكس ستريس. يعني بيكون يعني ما فيش في الحياه العمليه انا دايما مثلا في اختبار الشد وانا بعمل تيست بعرض الجزء بتاعي الى يوني اكسل ستريس تنسايل ستريس، لكن في الحياه العمليه عاده بيبقى فيه اجهادات اخرى مؤثره، وبالتالي بتبقى الحاله حاله كومبلكس ستريس عكس اللي ظهر قدامي ان هي حاله ايه سمبل ستريس. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الظروف اللي انا بحققها في حاله الاختبارات المعمليه، يعني مثلا في اختبار الشد انا بحط الجريبس بتاعه الماكينه تضمن لي ان الاكس بتاع العينه بتاعه الشد مثلا يبقى منطبق على الاكس بتاع الماكينه وما يبقاش في اي خلاف بينهم عشان يبقى التحميل اكزاكت بيو تنسايل لود. في حين في الطبيعه ده مش ممكن، لان اي ميل او اي حركه او اي خروج بين المحور بتاع المكن والمحور بتاع التحميل ومحور التحميل بتاع الجزء بقيه المكنه اي اكسنتريستي دي بتؤدي لي الى حاله اخرى من التحميل. يبقى اذا ده حاله ثانيه ان انا استحاله اقدر اوصل الى الايديال كونديشنز اللي انا بحققها في الناحيه في حاله عند الاختبار ممكن ايه اوفرها في الناحيه ايه العمليه. ثالثا كمان في الحاله العمليه بيبقى في بعض الكومبليكيشنز او بعض التعقيدات اللي بتخليني غير قادر على ان انا اوصف نظريا حاله التحميل العمليه الواقعيه دي على الورق.
يعني دايما بيبقى في اختلاف بين القيمه اللي انا بحطها على الورق والقيمه اللي بتحصل في الحقيقه نتيجه كومبليكيشنز او نتيجه تعقيدات انا مش قادر احصل تاثيرها او مش قادر اقيمها مظبوط. كل هذه الحاجات بتخليها ايه؟ بتخلي الموضوع ضروري قوي قوي ان انا احاول اشوف طريقه اقدر استخدمها في التصميم، يعني عشان اكون اجيب قيمه واحده للسيستم الكومبليكيتد دون، هذه القيمه ممكن بيها اصمم الجزء بتاعي فيديني الغرض منه او يحقق الهدف او التارجت بتاعي بامان. ده الهدف من نظريات الانهيار، وبالتالي بيبقى الهدف مننا ان احنا نوصل الى قيمه واحده من الاستنتاجات، طبعا اللي احنا بنسميها الالوبل فاليو، قيمه واحده. هذه القيمه قادره على انها قادر بكون قادر ان انا استخدمها في التصميم واوصل الى تصميم امن للجزء الميكانيكي اللي انا عايز اصممه. وبالتالي فبيكون الهدف او الفانكشن من نظريات الانهيار هي محاوله الوصول الى اجابه عن سؤال معين. هذه الاجابه بتكون اساسا وانا بجيبها مبنيه على المعلومات او الداتا اللي انا بقدر احصل عليها من الاختبار سيمبل تنسايل تيست. يعني سيمبل تنسايل تيست انا بحصل على بيانات معينه، انا داتا هستخدمها في ان انا اجيب قيمه جديده استخدمها في التصميم في نظريه عن طريق نظريه الانهيار دي عشان اقدر اصمم الجزء الميكانيكي. هذا السؤال هو بيقول ايه؟ هذا السؤال معناه كده باختصار، امتى بيحصل الانهيار تحت ظروف او الظروف بيحصل عندها الانهيار مقارنه بالظروف اللي بيحصل عندها الانهيار في حاله سيمبل تنسايل تيست. ده بالظبط السؤال اللي احنا دايما هنبقى نحاول نجاوب عنه، او اللي بنحاول اللي نظريه الانهيار بتجاوب عنه. في البدايه هنتكلم على الفاكتور اوف سيفتي او معامل الامان. ومعامل الامان هو عباره عن ايه؟ هو معامل بنستخدمه او بنهدف منه الى التوفيق بين القيم المعمليه او القيم المثاليه اللي احنا بنحصل عليها في المعمل لاي خامه. اي خامه بحسب لها اي قيم مثاليه اللي هي مثلا الالتيم ستريس، اليلد ستريس، اي قيمه معمليه التوفيق بينها هذه القيمه اللي هي عاده بتبقى موجوده مثلا في على هيئه جداول في التكست بوكس او على هيئه منحنيات، التوفيق وبين القيم الحقيقيه اللي الجزء بتاعي او الماشين اللي بتاعي بيتعرض دي في الظروف الواقعيه. يعني هو معامل توفيق بين حاجتين، بين الواقع والنظري، بين الحاله المثاليه والحاله الواقعيه اللي فيها الجزء الميكانيكي بتاعي. وبالتالي فاحنا ممكن نقول ان معامل الامان بيهدف الى حاجه من الاثنين، اما الى تخفيض قيمه الماتيريال بروبرتي، اقلل الماتيريال بروبرتي اللي هي السيجما، ممكن تبقى السيجما التيمت ستريس، ممكن تبقى السيجما ييلد، ممكن يبقى الشير ستريس، اقلله واستخدم هذه القيمه الجديده اللي هي الصغيره دي اللي احنا بنسميها بقى الالاوبل ستريس في التصميم، او ان انا ازود من قيمه الاحمال الواقعيه. يعني انا يبقى معنى كده ان انا دلوقتي قدام ان معامل الامان ده بيقوم بحاجه من اثنين، اما ان معامل الامان بيقلل لي قيمه الماتيريال بروبرتي الى قيمه اقل من القيمه اللي انا حصلت عليها من التجارب المعمليه بهدف ان انا اصمم على قيمه اقل فيطلع الجزء بتاعي بابعاد اكبر من الابعاد اللي هي لو انا صممت على القيمه المثاليه، فيقدر الزياده في الابعاد دي هي تقدر تشيل تخلي الجزء بتاعي امن وهو بيتعرض للحمل المؤثر، ودي اللي عادة احنا بنستخدمها. ولكن ممكن كمان معامل امان يكون نستخدمه بطريقه اخرى، وهو ان انا اقول ان انا عندي جزء هصمم جزء، الجزء ده هيشيل نفترض هيشيل تنسايل لود قيمته 1 طن، فانا هصممه انه بيشيل 1.3 طن، فانا لما اجي اصممه هيطلع قطره اكبر لان انا هصممه انه بيشيل 1.3 طن، وبالتالي انا معرضه للواحد طن اللي انا اللي هو هيتعرض لما يجي يتعرض لواحد طن اللي هو هيتعرض ليه هيبقى في في حاله امنه. يبقى معنى كده ان هو معامل توفيق، سواء اما عن طريق زياده الاحمال المؤثره عن الحمل الواقعي بشرط ان انا اصمم اوصل الى ابعاد امنه، او ان انا اقلل الماتيريال بروبرتي خاصيه الخامه، بدل ما اقول ان الخامه بتاعتي دي بتشيل
200 نيوتن على المتر سكوير، لا اخليها بتشيل 150 نيوتن على المتر سكوير، وبالتالي برضو هزود في الابعاد فتصبح برضو عمليه التصميم عمليه ايه امنه. يبقى دول هما الاتجاهين اللي ممكن معامل امان ايه بيأثر فيهم او ايه بيقوم بايه بالهدف منه، يعني هدفه بيتم عن طريق واحده ايه من السكه من السكتين اللي احنا قلنا عليهم دول. وبالتالي لازم نبقى عارفين ان معامل الامان ده قيمه اقل من الواحد، وفي الواقع قيمه لو احنا قلنا ان معامل الامان ده اقل من الواحد، فاكتور اوف سيفتي ده اقل من واحد، ففي هذه الحاله فيبقى تعريفه ان هو ايه عباره عن نسبه الاوبل ستريس الى اليلد ستريس. الاوبل ستريس دي اللي هو القيمه اللي هو احنا بنسميها بعض بنسموها الاوبل ستريس اللي هو الاجهاد المسموح به، مع نسميه الوركنج ستريس اللي هو اجهاد التشغيل، او الديزاين ستريس اللي هو اجهاد التصميم، او البرميسبل ستريس اللي جاد المسموح به. كل دي مسميات لنفس الشيء، وبالتالي لو كان هو الاوبل على اليلد فده سيفت فاكتور، وفي هذه الحاله هيبقى اقل ايه من الواحد. بعض الناس بيبقى لها تعريف تاني بيقول بقى هو اليلد على الاوبل، وبالتالي في هذه الحاله هيبقى ايه اكبر من الواحد. في كلتا الحالتين لازم نبقى عارفين ان هو معامل بيديني قيمة للألوبل ستريس لازم تكون أقل من القيمة بتاعة الماتيريال بروبرتي الرئيسية عشان تتوافق، عشان تديني أمان في خلال عملية التصميم. لكن عشان احنا نوصل لقيمة معامل الأمان ده ففي الواقع احنا بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نشوف الظروف اللي هي بتفرق الجزء في الحياة الواقعية عن الحياة عن الوضع النظري او الوضع الايه المثالي في التجربه. الفرق بين الاثنين دول عباره عن مجموعه الظروف دول بنعمل لها عمليه ايزوليشن، بنعمل عمليه نفتتها عن بعضها ونطلع كل تاثير لوحده، ومجموع هذه التاثيرات مع بعض، التاثيرات دي كلها مع بعض هو ده اللي بيديني ايه معامل ايه الامان. هنتكلم دلوقتي على العوامل المؤثره في السيفتي فاكتور او في معامل الامان. اول واحد فيها اللي هو الاوفر لود فاكتور. ايه المقصود بالاوفر لود فاكتور؟ في عندي اجهادات حقيقيه بتتولد وفي اجهادات احنا بنفترضها. في الواقع الاجهادات الحقيقيه عاده بتبقى اكتر من الاجهادات اللي احنا افترضناها. يعني ايه؟ يعني انا باجي اصمم جزء على اساس انه هيشيل 200 كيلو، وبعد كده هذا الجزء في اثناء استخدامه تعرض ل 220، اصبح ال 20 الزياده دي عباره عن اوفر لود، زياده في التحميل. فاذا انا لما باجي اصمم لازم احط اعتبار ان انا لما اجي استخدم الجزء بتاعي يوم ممكن لظروف طارئه او اما الظروف الطارئه دي غير محسوبه او غير معلومه، ممكن التحميل يكون اكتر من التحميل الاكسبكتد، وبالتالي ممكن الجزء بتاعي يحصل له انهيار. يبقى اذا لازم انا احط فاكتور اللي هو ايه اوفر لود فاكتور، الفاكتور دوت عشان يعادل لي تاثير، يعني عامل تصحيح او تعديل لعمليه الفرق بين الاحمال الحقيقيه اللي الجزء هيتعرض لها في الحاله الطبيعيه والقيم اللي انا ايه صممت ايه على اساسها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو الستريس كونسنتريشن فاكتور، اللي هو معامل تركيز الاجهادات. اي جزء نتيجه التغير في الجيومتري بتاعه بيحصل فيه زياده في الاجهادات بتاعته، او بتكون في اماكن فيها اجهادات مغلظه شويه. هذه الاجهادات دي بتبقى عامل انهيار او ليها تاثير انهياري في الافكت، وبالتالي لازم انا ادخل في الاعتبار برضو الستريس كونسنتريشن فاكتور. والستريس كونسنتريشن فاكتور في الواقع هو بتوقف على شكل الجزء، التغير في شكل الجزء، هو بينشأ نتيجة التغير في شكل الجزء. جزء عمود بقطر معين ونزل لقطر اخر عند في المنطقة اللي بيحصل فيها التغيير من قطر للتاني دول، ده بيبقى المنطقة دي في التغير الجيومتري ديسكونتينيوتي دين، دي بيحصل فيها ايه؟ أول حاجة بيحصل فيها الستريس كونسنتريشن. يبقى أول حاجة العوامل بتأثر في الستريس كونسنتريشن هي الشكل، تاني حاجة نوع الحمل، هل الحمل هو شد أو ضغط ولا تورشن؟ الحاجة الثالثة اللي هو قيمة الحمل، هل الحمل كبير أو الحمل صغير؟ دي التلات عوامل اللي بيأثروا في الواقع في الستريس كونسنتريشن فاكتور. يبقى ده إيه؟ ده العامل الثاني اللي بيأثر اللي هو لازم يخش في الاعتبار وأنا بحسب الإيه؟ السيفتي فاكتور. المعامل المؤثر الثالث اللي بيأثر في معامل الأمان هو الماتيريال فاكتور، او اللي هو ايه عنصر الخامه نفسها. المقصود بعنصر الخامه ايه؟ اللي هو ان ان ان, إن, إن ممكن يبقى هناك في شك في القيم اللي موجوده في التيبل او في التيبلز اللي انا بستخدمها، يعني عشان متاكد ان هذه القيم هي نفسها القيم الحقيقيه
اللي للخامه اللي انا هستخدمها فعلا وهعمل اشغل منها الجزء اللي انا عايز ايه اشغله. طيب ايه هي مصادر اللي تخلي لي عندي ماتيريال فاكتور او يخلي لي في ديفيجن، في اختلاف بين القيمه الموجوده في الجدول ولخامه ما، وهذه الخامه لما اجي استخدمها. اول حاجه يكون في ان الخامه اللي استخدمها فيه عدم دقه في خصائص المواد التسابقيه. يعني ايه؟ يعني انا استخدمت ان الخامه دي في التيبلز كانت محطوط ليها مواد، ليها مواد تسابقيه مثلا ماده او اثنين او ثلاثه بخصائص معينه. ممكن تكون المواد اللي استخدمت في الخامه اللي انا استخدمها تختلف، المواد التسابقيه دي خصائص مواد تسابقيه عن المواد التسابقيه اللي كانت موجوده في الخامه اللي تم عملها تم عمل عليها تيست وخدنا النتائج بتاعتها عطناها في التيبل. يبقى دي اول حاجه اللي هو ايه؟ عدم الدقه في خصائص المواد التسابقيه. الحاجه الثانيه ممكن تكون المواد التسابقيه المستخدمه هي بالظبط زي المواد التسابقيه كانت موجوده في الخامه اللي اتعمل فيها التيست، ولكن يكون في هناك في اختلاف في النسب المئويه بين الخامه اللي انا هستخدمها، نسب المواد التسابقيه في الخامه اللي انا هستخدمها ونسب المئويه للمواد التسابقيه اللي كانت موجوده في الخامه اللي ايه؟ اللي تم عليها عمل عليها الاختبار وطلع منها النتائج اللي اتحطت في التيبل. دي تاني حاجه. تالت حاجه اختلاف في ظروف معالجه الحراريه. يعني الخامه بتاعتي تعرضت لمعالجه حراريه، الخامه اللي انا هستخدمها ممكن تكون تعرضت لمعالجه حراريه تختلف ممكن في درجات الحراره في زمن التعرض للحراره دون عن الظروف اللي تعرضت لها الخامه اللي اتعمل عليها الاختبار اللي تم منه الحصول على الايه؟ على النتائج اللي اتحطت في الايه؟ في الجداول. رابع حاجه عدم الدقه في تشغيل الجزء اللي انا هستخدمه. دي خامس حاجه عمليه ممكن يكون الجزء عمليه تخزين الخامه تخزين غير سليم اسبب بعض الايه؟ اسبب بعض الاضرار او بعض احجار صفاتها اصبح ليها ماتيريال بروبرتي تختلف عن الايه؟ او الكونستانس بتاعتها اصبحت مختلفه عن الكونستانس بتاعه الخامه اللي هي موجوده في الايه؟ في الجداول. بنلاحظ ان في قيم تقريبيه دايما بتستخدم للماتيريال فاكتور بيبقى في حدود 3 من 10 في حاله الدكتيل ماتيريالز، ومن 25% لغايه نص في حاله البريت الايه ماتيريال زي الكاست اير مثلا. يعني وده بيتوقف على الكواليتي بتاعت الخامه نفسها، المصدر بتاع الخامه، الكواليتي الدقه بتاعت الخامه بتاعتها. بنلاحظ حاجه ان في فرق بين خامه من مصدر وخام مصدر تاني هنا لان كل مصدر، يعني مثلا ممكن نقول الحديد المصري ليه ليفل اوف كونفيدنس مستوى ثقه معين، والحديد مثلا او الخامات الحديديه البولنديه مثلا ليها ليفل اوف كونفيدنس مستوى ثقه تاني. هذا مستوى الثقه بيؤثر في قيمه معامل الامان بتاع الماتيريال فاكتور اللي انا بدخله اللي هو كي 3 اللي بدخله في الاعتبار وانا بحسب قيمه السيفتي فاكتور. المعامل اللي بعد كده المعامل الرابع اللي هو السايز فاكتور اللي هو معامل الحجم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لما نيجي احنا نعمل اختبار على عينه فاحنا بنستخدم عينات بابعاد معينه، في حين لما باجي بعمل اختبار عشان اطلع الماتيريال بروبرتي مثلا في اختبار التنشن بعمل عينه صغيره قطرها 8 مللي 10 مللي فدي ابعاد صغيره. لما باجي اعمل بقى الاجزاء الميكانيكيه في الطبيعه في الاستخدام الواقعي في الترو كونديشنز هتبص تلاقي الاجزاء بتاعت ممكن تبقى ابعادها كبيره. الفرق في السايز داون ده بيخلي لي الخامه بتاعتي تحملها بيقل. يعني بقول لك اللارجر سبيسمنتس يعني العينات كل ما كانت كبيره، اند ماشين المنتس يعني الاجزاء الكبيره واجزاء المكانات الكبيره بيحصل لها انهيار عند اجهادات اقل من الاجهادات اللي بتحدث عن لنفس الخامه لو كانت ابعادها ايه؟ صغيره اللي هو في حاله الايه؟ في الاختبارات. اذا السايز فاكتور ده ليه تاثير عندي او لازم ادخله في الاعتبار. بدخله في الاعتبار عن طريق ايه؟ طلعوا لنا معادله امبيريكا معادله معمليه اللي هي ان كي 4 تساوي 1 ناقص 2 من 10 في 1 ناقص اكس مضروب في 10 دي ناقص 1. ايه العلاقه دي؟ العلاقه دي بتديني السايز فاكتور كفانكشن من قطر من البعد الدايمنشنز بتاعت الاليمنت بتاعي اللي هو اكبر قطر اذا كان عمود، واذا كان جزء مربع يبقى الايه؟ اذا كان مثلا المقطع بتاعي مستطيل يبقى في البعد الاكبر بتاعه،
والاكس الفاكتور ده هو ده فاكتور بي 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 بيعتمد على الهوموجينيتي او على مدى تجانس الخامه. لو كانت ماده بتاعتي هوموجينيس يعني متجانسه منتظمه في التركيب بتاعها، وده بتوقف على عمليه التصنيع بتاعتها اللي هو بقى ايه المصدر بتاع الخامه بتاعتي منين، زي ما كل بلد بيقول لها مستوى معين من الثقه اللي هو الكونفيدنس ده بيختلف من بلد لاخرى. وبالتالي فاذا كانت الماده بتاعتي هوموجينيس ماتيريال، فانا الفاكتور بتاعي ده بيقعد من 8 من 10 لواحد، من 8 من 10 لغايه 1. لو كانت الهوموجينيتي بتاعتها بتقل، فتلاقي الفاكتور ده بيقل بيتراوح بين 55% لغايه ايه 8 من 10. معامل اخر من المعاملات اللي بتاثر في قيمه معامل الامان هو السيرفيس رافنس فاكتور او معامل خشونه السطح. معامل خشونه السطح ده بيظهر تاثيره لما بيكون الجزء بتاعي معرض للديناميك لودز. لما بيتعرض للديناميك لودز بيتولد بين في السطح دون اجهادات داخليه، هذه الاجهادات الداخليه بتؤدي الى اضعاف المعدن، وبالتالي لابد دي تخش في الاعتبار واحنا بنحسب اللور ستريس يعني واحنا بنحسب السيفتي اوف فاكتور علشان ايه يبقى التصميم بتاعنا امن. فلو فرضنا مثلا السطح زي السطح اللي باين قدامنا دون، اي سطح هندسي مهما كان درجه تشغيله، لو السطح كان جرايندد معمول له جرايند عمليه جرايندنج معمول عمليه بوليشنج اي عمليه من عمليات تشغيل الاسطح تيرنينج اي عمليه تصلب، بتلاقي السطح مكون من مجموعه من التلال والهضاب او البيكس والفاليز. البيكس والفاليز دي بتبقى كثيره بتقل او بتكتر وبترتفع او بتقل حسب نوع التشغيل. فمثلا في حاله التيرنينج هتلاقي ايه، في حاله عمليه التيرنينج او اللي هي عمليه الخراط هتلاقي الارتفاعات والانخفاضات دي بتبقى عاليه، لو في حاله البولشنج هتلاقيها صغيره جدا جدا. وبالتالي فدي بتتوقف يعني قيم الارتفاعات بتاعت الهضاب دي والتلال دي وعمق التلال بيتوقف على عمليه التشغيل اللي بيتعرض لها السطح. لكن اي سطح في الطبيعه استحاله يكون السطح ده شكله سموزي يعني كل النقاط كلها ايه متساويه على نفس الارتفاع من اي ضغط ممكن ايه ناخده في الاعتبار. وبالتالي في السيرفيس فاكتور ده معامل السيرفيس رافنس فاكتور ده معامل بيؤثر بيخش برده تاثيره في قيمه معامل الاحتكاك في قيمة معامل الأمان، وبيكون قيمته تساوي الوحدة لو كان اللود بتاعي استاتيك. لو كان اللود بتاعي استاتيك بنحط إيه السيرفيس رافنس فاكتور بواحد، أما إذا كان الحمل بتاعي دايناميك فقيمة هذا المعامل بتتراوح إيه بقيم من توصل ممكن توصل إيه مثلا توصل إيه لخمسة من عشرة من سبعة من خمسة من عشرة لسبعة من عشرة يعني نقلل بيبقى قيمة 5-17 يعني بنقلل قيمة معامل الأمان بقيمة كام في حدود 5-7 إيه من 10. المعامل الآخر اللي هو السيرفيس فاكتور وده معامل التشغيل، وهنا التشغيل اللي مش مقصود بيها عملية المانوفاكتشرنج اللي هو إن أنا بعمل جزء، لا معامل التشغيل معناها استخدام الجزء معامل الاستخدام يعني. هذا الفاكتور بيعتمد على نوع العينه اللي انا بجريها. فلو عامل الشغل او السيرفيس نفسه ان انا ايه بقدير، فلو كانت الظروف التشغيل الظروف اللي بشتغل فيها الجزء دي ظروف عاديه فبيكون قيمته بتساوي واحد، اما اذا كانت الظروف بتكون ظروف غير طبيعيه فبيبقى من 1 من 10 من 3 من 10 الى 5 ايه من 10. ويعني مثلا ظروف غير طبيعيه ممكن اللي هي مثلا زي مثلا يكون جزء هيصمم يتحط في كساره او في مطحنه او في اجزاء بتتعرض لامباكت لودز او لصادن ايه لودز. في هذه الحاله بنحط القيم بايه بتاعه السيرفيس فاكتور من 3 الى 5 من 3 من 10 الى 5 ايه من 10. وبالتالي احنا ممكن بوجهه نظر اخرى نعتبر ان السيرفيس فاكتور ما هو الا عمليه موديفيكيشن تعديل او تصحيح او تحسين لقيمه الاوفر لود فاكتور لان برضه قيمه الاوفر لود هو فاكتور بيقلل لي معامل الامان علشان يلغي لي تاثير الاحمال الاعلى من الاحمال اللي مصمم عليها اللي الواحد ممكن يصمم عليها. نفس الكلام هنا هو السيرفيس فاكتور بيقوم بنفس ايه الموضوع. وبالتالي فالسيرفيس فاكتور ممكن يكون نسميه موديفيكيشن فاكتور للاوفرلود فاكتور. المعامل بعد كده بيأثر في قيمه معامل الامان هو التمبريتشر افكت فاكتور او الفاكتور اللي بيوصف لي او بيحط لي تاثير درجه الحراره. اي
في الاستخدام العادي، في ان الخامات بتاعتنا بيكون ليها استنس معين في درجه الحراره، في درجه الحراره العاديه، ولكن مع في الغوص لما بتكون بيتم استخدامها في درجات الحراره، لما بيتم في الرينج العادي درجات الحراره، فبيكون ليها استنس معين. لو ارتفعت درجه الحراره فبيبتدي يحصل ايه نقص، او بيحصل ايه انخفاض في الاستنس بتاعتها. عشان كده لازم احنا لو كان الجزء بتاعنا فيه هنا البروبابيلتي، او فيه احتماليه ان هو يستخدم في اماكن فيها درجات حراره عاليه، لابد ان احنا ايه نستخدم نحط لها ايه تمبريتشر فاكتور. التمبريتشر فاكتور ده قيمته في حاله درجات الحراره العاديه بيبقى واحد، وبيقل ممكن يبقى 7 من 10 8 من 10 5 من 10 كل ما ارتفعت ايه درجه الحراره بتاعه الوسط اللي الجزء بتاعنا ايه متوقع انه يشتغل عنده. المعامل بعد كده هو معامل اسمه ماثيماتيكال اناليسيس فاكتور، واللي هو معامل العمليات الحسابيه. ونلاحظ ان هذا المعامل هو معامل يعتبر معامل تصحيح. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا بعض المعادلات واحنا بنستخدمها في المعادلات فيها عمليات تقريب في هذه في المعادلات تقريبيه، او احنا بنقرب واحنا بنجري العمليات الحسابيه. وبالتالي في عمليه التقريب ده هو بيكون ليه تاثير على الناتج في عمليه التصميم. لو كنت انا بحسب بعد مثلا معين هيحدث لي ايه؟ هيتدخل في قيمه البعد اللي انا ايه بدخل. عشان كده بنستخدم معامل التصحيح ده اللي هو اسمه ايه الماثيماتيكال اناليسيس ايه فاكتور. المعامل ده بيكون قيمته بتساوي واحد للمعادلات اللي هي الاناليتيكال الاكزاكت اناليتيكال ايكويشن، اللي هي المعادلات الرياضيه الايه الدقيقه. اما كل ما كان في عمليه ابروكسيميشن كل ما كان قيمه الفاكتور ده بايه بيبتدي يكون اقل من الواحد، يبقى بيكون بيساوي واحد في حاله الايه لما يكون المعادله بتاعتي اكزاكت ايكويشنز. اما اذا كان المعادله بتاعتي فيها عمليه تقريب فمعامل الكي 8 ده بيكون ليه قيمه اقل من الواحد. مثال كده مثلا احنا مثلا بنستخدم مثلا الافريج شير ستريس بدل من الترو شير ستريس في تصميم الاجزاء المعرضه الى شير ستريس ديو تو شير فورس. طبعا احنا لما بنيجي اي جزء معرض لشير ستريس نتيجه شير فورس احنا بنستخدم معادله الافرج شير ستريس، ما بنستخدمش عاده في التصميم بنستخدمش معادله ايه ترو شير ستريس. هنا بيكون في فرق في الايه في القيم. عشان كده هنا في هذه الحاله لابد يكون في ايه الفاكتور ده الفاكتور كي 8 اللي هو بتاع الماثيماتيكال اناليسيس فاكتور ده هنا هيكون فيه قيمه ممكن يكون 5 من 10 الى 8 من 10 حسب قيمه التقريب اللي احنا ايه عملناه. يعني في حاله مثلا الشير ستريس ده ممكن يبقى في حدود ايه 8 من 10. لتوضيح عمليه التقريب اللي بتحصل مثلا في حساب الشير ستريس، الشكل قدامنا الشكل المثال اللي قدامنا ده بيوضح اليمنت كروس سكشن بتاعه مستطيل. هذا الاليمنت كروس سكشن بتاعه مستطيل لو حاولت اصممه على اساس الترو شير ستريس فهصممه على اساس ان الديستريبيوشن بتاع الاستريسز واخد الشكل البارابوليك اللي في الوسط ده. وده طبعا بتبقى عمليه حسابات وعمليه ايه فيها بعض درجات من الصعوبه، وبتديني بتديني قيم دقيقه ولكن لا تختلف عن القيم الاخرى اللي احنا ممكن نطلعها من الافريج شير ستريس اللي هو ممثل بالمستطيل اللي على اليمين. ما بيكونش فرق كبير، والفرق ده ما يستاهلش ان احنا نضيع وقت كبير في حسابات معقده لحساب الترو شير ستريس. وعشان كده هنا ايه على طول بنستخدم ان هو في حاله مثل هذه الحالات بنستخدم على طول ايه الافريج شير ستريس، وبنستخدم ماثيماتيكال اناليسيس فاكتور في حدود 8 من 10. وبالتالي كتعليق نهائي على معامل الامان او سيفت فاكتور، فنلاحظ معامل الامان هذا المعامل حسابه والقيمه اللي احنا بناخدها في الاعتبار بتؤثر تاثير كبير على المنتج اللي انا على الاوتبوت بتاعي او على الحاجه اللي انا هوصل لها او الجزء اللي انا هصممه. واحنا بيبقى عندنا احتمالين. اول حاجه لو انا استخدمت معامل امان اقل من المفروض فان ده هيؤدي الى زياده درجه الخطوره او احتمال حدوث مشاكل في هذا الجزء، احتمال انه يحصل له فيلير نتيجه ان الابعاد اللي هتطلع من استخدام معامل امان صغير هتكون ابعاد اقل نسبيا بالمقارنه للابعاد اللي هي المفروض تطلع من معامل امان المفروض ايه استخدمه في الحساب. والعكس صحيح، ان لو انا استخدمت معامل امان اكبر من معامل الامان
المفروض او الاوبتمال. ففي هذه الحاله هوصل لابعاد اكبر من الابعاد الاوبتمال اللي ممكن اوصل لها باستخدام معامل امان السليم. وبالتالي فهنا بيكون ايه؟ بيكون احنا بنشتغل في درجه امان اعلى، الا ان ذلك طبعا ده بيكون مرتبط بايه؟ بزياده في التكاليف. واحنا عارفين ان ايه؟ ان العمليات الهندسيه بالكامل، اي عمليه هندسيه، لا العمليات الهندسيه كلها هي عمليه اقتصاديه، وبالتالي فانا لازم اوصل لاقل التكاليف، وبالتالي فالمفروض ان انا اوصل او استخدم الاوبتيمال فاكتور اوف سيفتي. استخدام اقل منه او اكتر او اكبر منه هيكون محفوف بالمخاطر اللي احنا زي ما احنا ايه قلنا عليها دلوقتي. الايكوفالنت ستريس هو عباره عن قيمه اجهاد معينه بنحتاج ان احنا نستنبطها لما بيكون عندي حاله جنرال ستيت اوف ستريس. المقصود بجنرال ستيت اوف ستريس ان حاله اجهاد نتيجه احمال بيتولد عنها شير ستريس ونورمال ستريس. واحنا عرفنا ان الشير ستريس والنورمال ستريس ممكن نحولهم الى ما يسمى بالبرنسبل ستريسز، اللي هي اجهادات عموديه في اتجاهين متعامدين، وبكون هذه الاوجه زي ما الاليمنت اللي موجود قدامنا دلوقتي، الاوجه دي بيكون عليها نورمال ستريسز بس قيمتهم سيجما 1 وسيجما 2 في اتجاهين متعامدين، ولا يوجد اي اجهاد قصي. هذه الحاله احنا بنحاول نسويها او نقيمها بقيمه اخرى اسمها الايكوفالنت ستريس. ايه هي الايكوفالنت ستريس؟ الايكوفالنت ستريس هي قيمه اجهاد عمودي، تاثيرها الفيلر افكت بتاعها او التاثير التدميري بتاعها يكافئ التاثير التدميري للاجهادات العموديه اللي هي سيجما 1 وسيجما 2. يعني انا عندي جنرال ستيت اوف ستريس عليه اجهادات معينه اتولد عليه شير ستريس ونورمال ستريس، منهم اقدر احسب البرنسبل ستريسز اللي هي سيجما 1 والسيجما 2. بعد ما بحسب سيجما 1 والسيجما 2 اصبح الالمنت بتاع عليه نورمال ستريسز سيجما 1 وسيجما 2، ولكن انا ما اقدرش اصمم على سيجما 1 وسيجما 2 في اتجاهين متعامدين، وما اصمم ايه؟ اصمم على ما يسمى بالايكوفالنت ستريس. فبجيب ايه؟ قيمه الايكوفالنت ستريس او الاجهاد المكافئ، والاجهاد المكافئ ده هو طبعا قيمه تاثيرها التدميري يكافئ التاثير التدميري لسيجما 1 وسيجما 2. يعني سيجما 1 وسيجما 2 دول هيأثروا على الجزء دوت، هيعملوا له انهيار في وقت معين، ده هذا الوقت يكافئ بالظبط الوقت اللي هو هيحصل فيه الانهيار لو العنصر بتاعي ده كان عليه الايه؟ السيجما ايكوفالنت. وبالتالي ممكن اخد بعد كده السيجما ايكوفالنت دي واصمم ايه؟ اصمم بيها. وده المقصود بالايه؟ بالايكوفالنت ستريس. دلوقتي هنتكلم على نظريات الانهيار، واحنا قلنا نظريات الانهيار دي نظريات تم استخدامها او التوصل ليها بهدف ان الوصول الى طريقه استخدامها كطريقه لتصميم الاجزاء المعرضه الى اجهاد مركبه. يعني انا عندي مجموعه من الاجهاد المركبه، يعني اجهاد مركبه يعني اجهادات شير ستريس مع نورمال ستريس. فهذه الاجهاد المركبه انا من الصعب زي ما قلنا الكلام قبل كده وبنعيده ثاني، من الصعب ان انا اصمم على طول اي جزء معرض لهذه الاجهادات بسهوله، لان من الصعب ان انا اصممها بسهوله كده. ليه؟ لان انا هل هصمم على الشير ستريس ولا على النورمال ستريس، ولا هصمم على الاثنين؟ لا، المفروض اصمم على الاثنين. طب ازاي اصمم على الاثنين؟ هصمم على الاثنين بقى زي ما احنا شفنا دلوقتي، او زي ما هنشوف دلوقتي، بان احنا نعمل ايه؟ في الاول نجيب ما يسمى بالبرنسبل ستريسز، ونجيب من البرنسبل ستريس اللي احنا القيمه اللي احنا اتكلمنا عنها او العنصر اللي احنا اتكلمنا عنه من قيمه دقيقتين، وهو قيمه الايكوفالنت ستريس. لما اجيب الايكوفالنت ستريس بقى ببتدي استخدم نظريه من هذه النظريات، بشرط النظريات دي بتعني ايه؟ فهذه النظريه بتعني ان الاجهاد ان هذا العنصر بتاعي هيحصل له انهيار مع السيجما ايكوفالنت يطابق الانهيار اللي هيحصل بالظبط في حاله التصميم بالايه؟ في حاله التصميم على السيجما 1 والسيجما 2 اللي احنا مش قادرين نصمم على اساسه. يعني طالما احنا مش قادرين نصمم على السيجما 1 والسيجما 2 فاحنا نستخدم الايه؟ الايكوفالنت ستريس. النظريات اللي عندنا هم خمس نظريات. نظريه اولانيه اسمها الماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري، ودي اسمها نظريه رانكن. والنظريه الثانيه الماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري دي اللي هي ايه؟ اللي هو السيجما 1. ما هو ده الماكسيمم برنسبل ستريس سيجما 1. والماكسيمم شير ستريس ثيوري النظريه الثانيه اسمها الماكسيمم شير ستريس ثيوري اللي هو تريسكا، ونظريه تريسكا دي اللي هي فيها الماكسيمم شير. النظريه الثالثه اللي هي البرنسبل سترين ثيوري، الماكسيمم برنسبل سترين ثيوري ديفينانت. وبعد كده النظريه الرابعه اللي هي التوتال ستريس
سترين انرجي بير يونت فوليوم بتاعت هايجا، والنظريه الخامسه والاخيره اللي هي شير سترين انرجي بير يونت فوليوم. دول الخمس نظريات اللي احنا هنتكلم عنهم. وفي كل نظريه من دول هنعرف منطوق النظريه بيقول ايه ومجالات استخدامها. ومجالات استخدامها دي احنا بنجيبها او وصلنا ليها من الايه من 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 كنوع عمليه خبره. وبالتالي فالاساس في استخدام نظريه الالاستيك فيلير هي ان احنا بنعتمد ان المقوله ان الالاستيك فيلير تكس بليس بيحدث عندما وين ذا جنريتد ستريس، لما تكون قيم الاجهادات المولده بتعمل فيه اجهاد يكافئ الييلد ستريس. ده اذا كنا احنا بنتكلم على الوجه العموم. اما في حاله التصميم فنقول بقى نقول ايه، عندما تكون بقى الالاستيك فيلر بيحدث عندما تولد نتيجه الجينيتيك ستريس، عندما يولد الايكوفالنت ستريس اجهادات تكافئ اجهادات الالاوبل ستريس. ده اللي بيحصل في عمليه التصميم. وبالتالي مثلا في النظريه الاولى مثلا لو احنا عندنا حاله كومبليكيتد كومبلكس ستريس، ف يعني حاله عليها سيجما واحد وعليها سيجما نورمال ستريس وشير ستريس، فاحنا بنجيب لها البرنسبل ستريس في سيجما واحد سيجما اثنين. لو احنا نستخدم النظريه الاولى فهنقول بقى ده ان ايه، ان السيجما ييلد تنشن تساوي سيجما واحد. ده لو كنت انا بعمل ايه عمليه ده منطوق النظريه، سيجما ييلد تنشن تساوي سيجما واحد او سيجما ييلد كومبريشن تساوي سيجما اثنين، حسب ما اذا كان سيجما ييلد تنشن هي الاكبر او سيجما ييلد كومبريشن هي الاكبر. لو سيجما ييلد كومبريشن هي الاكبر فالمفروض اصمم عليها، وبالتالي يبقى سيجما ييلد كومبريشن تساوي سيجما اثنين. وسيجما اثنين دي احنا جبناها ليه من البرنسبل ستريسز. طيب كده احنا عرفنا ازاي اول نظريه مثلا نظريه ماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري اللي هي رانكن ثيوري. فالنظريه دي بتقول ايه، اني ميكانيكال اليمنت ويل فيل وين ذا برنسبل ستريس سيجما 1 ريتشز ذا ييلد ستريس. يعني منطوق النظريه بيقول ايه، ان سيجما 1 يساوي سيجما ييلد تنشن، ده اذا كنت او سيجما 2 يساوي كومبريشن. ده اذا كنت انا بتكلم على منطوق النظريه على الوجه العموم. وبالتالي لو اجي استخدمه في التصميم ما اقدرش بقى اصمم على ان سيجما 1 يساوي سيجما ييلد او سيجما ييلد تنشن او سيجما ييلد كومبريشن، لا اقول ان سيجما 1 يساوي سيجما ايه الاوبل، وسيجما الاوبل دي بجيبها من ايه، من السيجما ييلد تنشن او السيجما ييلد كومبريشن مقسوم على السيفتي فاكتور. وعايزين والنظريه دي بينصح باستخدامها في حاله تصميم الاجزاء المعرضه لبريتل، الاجزاء المعرضه للستاتيك لود من وتكون الاحمال اللي عليها ايه بريتل ماتيريالز، دي بتكون الخامه بتاعتنا من البريتل ماتيريال، ودي بتدي ايه اعلى، يعني بتدي نوع من الايه من الامان جامد استخدام هذه النظريه في هذا الايه في هذا المجال. واللي اتقال على النظريه الاولى بيتقال دلوقتي على النظريه الثانيه اللي هي نظريه الماكسيمم شير ستريس ثيوري. يبقى اذا نظريه ماكسيمم شير ستريس ثيوري بتعتمد على ان الفيلر بيحصل وين لما بيحصل ان الماكسيمم شير ستريس بيساوي الايه الييلد بوينت. يعني ايه؟ يعني ان الجزء بتاعي بتاثير الشير الماكسيمم شير ستريس اللي اتولد عليه يوصله للفيلر كما لو انه عليه هو في حاله الايه السمبل ستريس وعليه تنسايل فورس وبيديني ايه ييلد ستريس. وبالتالي فالمعادله بتاعتي هي تاو ماكسيمم يساوي سيجما 1 ناقص سيجما 2 على 2 او تاو الاوبل يساوي سيجما 1 ناقص سيجما 2 على 2 او تاو الاوبل يساوي سيجما 2 سيجما 1 ناقص سيجما 2 على 2. وعشان نوضح منطوق النظريه دي اللي هو تاو ماكسيمم سيجما 1 ناقص سيجما 2 ان تاو ماكسيمم يساوي سيجما 1 ناقص سيجما 2 على 2، تعال نشوف لو انا عندي عين تنشن تيست وشدتها بقوة اف، العين دي هيحصل فيها نيكنج عند قيمه معينه. طب لو انا دلوقتي عايز ارسم دايره مور لهذه العينه، العينه دي هيبقى عليها ايه؟ عليها اتجاه عليها اجهاد عمودي قيمته اف على ايه او بي على ايه حسب القوه التنسايل دي الموجوده، وفي اتجاه وفي الاتجاه العمودي عليه سيجما تساوي صفر ما عندوش اجهادات، عليه شير لا ما عندوش شيرات، الشير كله فيه يساوي صفر. يبقى عشان ارسم دايره المور هرسمها بنقطتين، اول نقطه اللي هي صفر وصفر اللي هي نقطه الاصل بتاعت المستوى العمودي على اتجاه التحميل بالاجهاد سيجما تساوي اف على ايه، والنقطه الثانيه اللي هي بتاعت المستوى اللي مأثر عليه الاف على ايه ديت اللي هي هيبقى عليه سيجما نورمال وشير يساوي صفر. وبالتالي النقطتين اللي هما النقطتين على الخط الافقي بتاع المحور بتاع دايره مور، ولو نصفت بينهم هوصل للمركز وارسم الدايره دي الدايره اللي قدامي، وهيبقى تاو ماكسيموم هو القطر. معنى ايه تاو ماكسيموم هو القطر؟ معنى كده ان السيجما 1 ناقص سيجما 2
على 2 تديني التاو ماكسيموم، لان سيجما 1 ناقص سيجما 2 هتديني ايه القطر بالكامل من الرسم اللي قدامي، سيجما 1 لان سيجما 1 هي القيمه اللي على اليمين وسيجما 2 اللي هي بكام؟ بصفر. وبالتالي يبقى سيجما 1 ناقص سيجما 2 على 2 هتديني ايه التاو ماكسيموم. او ممكن اقول ايه، لو انا بشتغل في حاله جيد هيبقى سيجما يلد على 2 تساوي التاو ماكسيموم، ودي واضحه من دايره مور. يعني اذا سيجما يلد على 2 تساوي سيجما 1 ناقص سيجما 2 على 2، معنى كده ايه؟ ان السيجما الاول تساوي سيجما 1 ناقص سيجما 2. وهذه النظريه دي بتستخدم، دي النظريه دي بتستخدم بدقه جدا جدا في تصميم الخامات الاجزاء الميكانيكيه المصنعه من الدفايه الماتيريالز. عشان كده مثلا في حاله الاعمده الميكانيكيه المعرضه لتورك ومومنت بنستخدم لها نظريه ايه؟ الماكسيموم شير ستريس، اللي هي النظريه ايه؟ بتاعت إيه؟ تريسكا. بنفس الطريقه اللي اتقال في النظريه الاولى والنظريه الثانيه اتقال على النظريه الثالثه. النظريه الثالثه اللي هي الماكسيموم برينسيبال سترين ثيوري، وبالتالي هيبقى المعادله بتاعه الماكسيموم برينسيبال سترين ثيوري اللي هي النظريه الثالثه بتقول ايه؟ ان الابسلون ماكسيموم تساوي ابسلون 1 تساوي 1 على اي في سيجما 1 ناقص ميو في سيجما 2 زائد سيجما 3. كويس؟ يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا هنا دلوقتي جبت المعادله بتاعت الماكسيموم برنسبل ستريس وهساويها بالسترين الناتج نتيجه في حاله السيمبل اللي هو نتيجه التاثير بسيجما ييد او بسيجما الاول، بعد كده هيبقى بسيجما الاول. وبالتالي يبقى اذا ايه؟ ان سيجما 1 بتساوي 1 على سيجما 1 ناقص ميو في سيجما 2 زائد سيجما 3، دي اول جزء. والجزء الثاني اللي هو الابسلون بتساوي سيجما ييل تنشن على اي، او اقول ايه؟ وبالتالي فهتبقى المعادله الاولى تساوي ايه؟ المعادله الثانيه. معنى هذا الكلام ايه؟ معنى هذا الكلام ان السيجما يل تنشن على اي تساوي 1 على اي في سيجما 1 ناقص ميو في سيجما 2 زائد سيجما 3 زي ما باين قدامنا، او معنى صح ايه؟ ان سيجما يل تنشن تساوي سيجما 1 ناقص ميو في سيجما 2 زائد سيجما 3. وهنا يبقى عندي في هنا دلوقتي يظهر قدامي تو كيسز. اول كيس ان لو السيجما 2 والسيجما 3 يساوي صفر، معنى كده ان سيجما يل تنشن تساوي سيجما 1. دي اول حاله. والحاله الثانيه اللي هو لو السيجما 2 بس ليها لا تساوي صفر، يعني ليها قيمه، يعني العنصر بتاعها عليه سيجما 1 وسيجما 2، وسيجما 3 هي اللي بتساوي صفر، معنى كده ان ايه؟ ان سيجما يل تنشن لما اعوض في المعادله اللي فوق اللي هي بتاعت سيجما يل تنشن تساوي سيجما 1 ناقص ميو في سيجما 2 سيجما 3 في الحاله الثانيه، هيبقى اذا سيجما يل تنشن هتساوي سيجما 1 ناقص ميو في سيجما 2. وفي اي حاله من الحالات دي انا ممكن اشيل السيجما يل تنشن واحط مكانها سيجما لابل لو انا بجري عمليه التصميم، لكن منطوق النظريه بيقول ان السيجما يل تنشن تساوي سيجما 1 ناقص ميو في سيجما 2 زائد سيجما 3. وانا بقى لما اجي استخدمها في التصميم هقول هستبدل السيجما يل تنشن، لان انا هصمم بل هشتغل على الاول ما اشتغلش على اليد، هقول ان سيجما الاول بتساوي سيجما 1 ناقص ميو في سيجما 2 زائد سيجما 3. وهنا لاجب ان احنا ننوه ان النظريه الثالثه اللي هي نظريه الماكسيموم اللي احنا بصددها دلوقتي اللي هي الماكسيموم برنسبل سترين ثيوري، هذه النظريه بتستخدم عاده او كان ينصح باستخدامها في تصميم الاجزاء المصنعه من الكاست ايرن، ولكن بيستعاض عنها حاليا دلوقتي، ويفضل استخدام النظريه الاولى اللي هي نظريه ماكسيمم برنسبل ثيوري في التصميم. وبالتالي يعني وجد من التجارب من ملاحظه النتائج اللي بتستخدم فيها النظريه دي في التصميم ان النتائج بتعطي نتائج غير مفضله، لان النتائج بتطلع من النظريه الاولى اللي هي الماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري بتكون ايه افضل. وبالتالي فالكاست اير او الخامات المصنعه من الكاست اير ممكن اصممهم بالنظريه الاولى او النظريه الثالثه، وان كان يفضل تصمم بالنظريه الايه الاولى. النظريه الرابعه اللي هي التوتال ستين انرجي ثيوري لنظريه هايجا، والنظريه دي نظريه يفضل استخدامها من التجارب من الخبره العمليه، بيفضل استخدامها للاجزاء المعرضه الى امباكت لودز والى اجهادات داخليه وخارجيه في حاله الهولو ايه الهولو سيلندرز او الهولو شافتس. فدي بنستخدم لها نظريه التوتال سترين انرجي ثيوري، ومنطقها ان السيجما اي التنشن تربيع على 2 اي بتساوي 1 على 2 اي في السيجما 1 تربيع زائد السيجما 2 تربيع زائد سيجما 3 تربيع ناقص 2 ميو سيجما 1 مضروب في كل سيجما 1 زائد سيجما 2 زائد سيجما 2 سيجما 3 زائد سيجما 3 سيجما 1. معنى كده ان سيجما يل تنشن تربيع بتساوي القوس اللي هو موجود في اخر ايه السطر، اخر سطر المكتوب بالاسود اللي هو واضح ايه قدامنا.
وهنستخدم النظريه دي، هيكون ليها استخدام النظريه يكون في حالتين، حاله ان لما يكون فيها السيجما 2 والسيجما 3 بتساوي صفر، يعني الجزء بتاع معادله سيجما 1 بس، والحاله الثانيه ان يكون في عندي سيجما 1 وسيجما 2 وسيجما 3 بتساوي صفر، زي ما هنشوف ايه دلوقتي. فالحاله الاولى اللي هي لو كان السيجما 2 والسيجما 3 بيساوي صفر، وبالتالي فالالمنت بتاعها هيبقى عليه سيجما 1 بس. ففي هذه الحاله طبقا للنظريه اللي قدامنا هنا، النظريه الرابعه، فان السيجما يلد تنشن اللي هي نظريه التوتال سترين انرجي ثيوري، فان السيجما يلد تنشن تربيع هتساوي سيجما 1 تربيع، مع كده سيجما يلد تنشن تساوي سيجما 1. الحالة التانية بقى لو كانت سيجما 2 لا تساوي صفر، لكن سيجما 3 بس هي اللي تساوي صفر، يعني العنصر بتاعي عليه سيجما 1 وسيجما 2، الايمنت بتاعي اللي بصمم على اساسه عليه سيجما 1 وسيجما 2، فبزيد حاجة، فهذه الحالة يبقى سيجما يلد تنشن تربيع هتساوي سيجما 1 تربيع زائد 2 سيجما 2 تربيع ناقص 2 ميو سيجما 1 سيجما 2. وفي هذه الحالة هتبقى دي المعادلة ايه التصميمية. طبعا زي ما قلنا في النظريات السابقه كلها، دي اساس المعادله، ان سيجما يلد تنشن تساوي سيجما 1، او سيجما يلد تنشن تربيع تساوي سيجما 1 تربيع زائد سيجما 2 تربيع ناقص 2 ميو سيجما 1 زائد سيجما 2. لو انا بقى في اجراء عمليات التصميم بستبدل سيجما يلد تنشن بايه؟ بسيجما الاول. وبكده يبقى احنا نهينا ايه الجزء الاول، وهنكتفي بالاربع نظريات دول.